مثل ما قلنا اليوم الخميس ونبي نتعرف على أحوال الطقس عشان نعرف وين نتجه. بالفعل عشان نعرف وين نتجه ونحدد وجهتنا في إجازة نهاية الأسبوع اللي راح نستمتع إن شاء الله من خلالها بالأنشطة، سواء الناس اللي تحب تروح البحر أو الناس اللي تحب الأماكن البرية وطلعة الكشتات. نعم، وللتعرف أكثر على الأجواء وتوقعات الأرصاد الجوية معنا الأستاذ عيسى رمضان، خبير الأرصاد الجوية. صباح الخير أستاذ عيسى. أصبح لكم الخير أينما كنتم أخواني وأخواتي متابعينا في العالم. هذا الصباح أجواءنا جميلة بعد الأمطار للحمد لله نزلت علينا بالكويت، وتقريبا أثرت على معظم مناطق دولة الكويت. الكميات اللي نزلت في يوم الثلاثاء خلال الليل وفجر يوم الأربعاء، اليومين اللي نزلت فيها الأمطار، يمكن كمياتها كانت أكثر من كميات الموسم كاملة اللي نزلت عندنا. يعني من شهر 10 كان جفاف شديد إلى تقريبا شهر 2 اللي هو فبراير، وبعدها الأمطار هذه إن شاء الله راح تبدأ كذلك فرصتها تزيد في الفترة المقبلة إن شاء الله. متوقعين كذلك إحنا خلال عطلة نهاية الأسبوع أن تكون أجواءنا من أجمل ما يمكن، خاصة أن الأمطار اللي نزلت نظفت كثير ونزلت كثير من الملوثات اللي كانت علينا في المنطقة، وهذا راح يساعد كذلك الإخوان اللي بيطلعون يمارسون الرياضة، اللي بيطلعون طلعاتهم البار وكذلك البحر، إن الأجواء راح تكون ممتازة. اليوم الخميس راح تكون أجواءنا من أفضل ما يمكن، خاصة إن الهواء الشمالي الغربي انخفاض في الحرارة خلال الليل، ولكن راح تشهد البلاد يعني دفء ملحوظ خلال هذه العطلة كذلك. يعني خلاص بدينا إن شاء الله شوي شوي نلبس الربيعي ونلبس الملابس البيضة والخفيفة الصيفية في الفترة المقبلة اللي راح متوقعينها. الخميس اليوم الجمعة كذلك والسبت اللي احنا متوقعينها أجواءنا كلها راح تكون مستقرة، شوية سحب اليوم الخميس وباكر شوية تظهر كميات من السحب ولكن ليس لها أي تأثير. أجواءنا راح تكون أكثر شيء مشمسة خلال هالثلاث أيام في العطلة. درجات الحرارة راح تتراوح ما بين 22 درجة في المناطق البحرية وتوصل إلى 26 خلال اليوم وباكر إن شاء الله الجمعة. بعدين شوية شوية يوم السبت والأسبوع المقبل راح توصل أكثر من هذا الشيء، متوقعين توصل ل 28 وتعطينا الأجواء الربيعية. مر علينا برد العيوز واحنا قادمين فترة اللي هي في راح تكون في أسبوع المقبل خلال فترة اللي هو بيّل خبل عباتة، وهذه فترة كذلك عادة ما كانت تنخفض فيها درجات الحرارة تعتمد على اللي هو المرتفعات الجوية اللي تأثر في انخفاض درجات الحرارة. مو كل سنة تصير هذا الشيء أن المرتفعات الباردة تأثر علينا، لذلك أجواءنا بالعكس راح تكون في فترة بيّل خبل عباتة أو ما مر علينا من برد العيوز في يوم 26 من هذا الشهر أجواء دافئة، أجواء ربيعية جميلة. أسبوع الجاي منتصف الأسبوع الجاي إن شاء الله أو القادم راح نتوقع في هناك بعض السحب وفرصة أمطار مرة أخرى إن شاء الله، قد تكون في مساء يوم الأحد وفجر يوم الاثنين إن شاء الله. أما بالنسبة لحالة البحر فالبحر راح يكون خفيف بوجه عام خلال عطلة نهاية الأسبوع، سواء اليوم الخميس أو الجمعة إن شاء الله باكر أو بعده، فالأجواء تكون ممتازة وصراحة كانت من أجمل فترات الربيع اللي راح تصادفنا خلال هذه الفترة إن شاء الله. عودة لزملائي بالاستديو ورحب فيكم جميعا إن شاء الله، لنا لقاء آخر إن شاء الله الأسبوع القادم لنعطيكم تفاصيل أكثر عن طقسنا المتوقع في الأيام المقبلة.